البيان متأخر. يعني الأهلي كان يجب أن يحتج من بدء سماع اسم بيبيك حكم القمة، ومحدش يقولك أصله جاي عشان الزمالك، لا. لماذا يأتي وجيه أو اللي قال له وجيه بحكم مرفوض له سابقة بين الأهلي وبيراميدز؟ ولماذا لم يحتج الأهلي وقتها؟ ولماذا لا يحتج الأهلي على إبراهيم نور الدين اللي في 4 ماتشات فاتت ولا ماتش عدى على خير؟ وإيه رأيهم في الموديل بتاع الألعاب دي اللي بيطلع برضو بعض المحللين ومحدش يزعل مني؟ ما هو كل حكم ليه ابن حكم، خلينا صراحة، فخايف للجنة تعضه، فبالتالي يقول لك وعلى هذا الأساس زي الفيلم بتاع الزوجة التانية، ما الورق ورقنا والدفاتر دفاتر. فين الموديل اللي نقدر نقيس عليه في لعبة أو اتنين، مش عشان ضرب الجزاء من عدمه، لكن كان على الأهلي أن يأخذ موقف واضح. تمام. مش هلعب مع فلان وفلان، بل قد تصل أنه يمول يا سيدي حكام أجانب، لا عيب. الدوري السعودي اللي احنا برضو بنفرح به الحقيقة، كل حكام أجانب، فيها إيه يعني؟ دبابيك ده اتمسك هناك، أوقف عن التحكيم وحصل له وقفة اللي هو يعني للتحقيق معاه، غير وقف الصفارة. وبالتالي انت بتعمل فينا كده ليه؟ ولما حد يشك تزعله، يعني انتوا بتعملوا كده ليه؟ وبالتالي انت تحتاج الى كل شيء في وقته عشان ما يحصلش فيه لغط. طيب قبل ما اروح لأسئلة الجمهور يا استاذ عصام اللي جاي لك النهاردة، انت كنت فجرت حاجة قبل مباراة الاهلي والاتحاد امبارح بخصوص لاعبين، في اتفاق ما بينهم 4 لاعبين بيتفقوا على المدير الفني كابتن طلعت يوسف ان يبقى يحصل في اثناء المباراه تفويت للمباراه، وبالتالي يبقى في النادي الاهلي يتوج رسميا، وبالتالي كابتن طلعت يوسف الاداء هيبقى سيء ويبقى مش موجود مع نادي الاتحاد. هو بس حاجه محمد صحي نفع على الامور يعني. للامانه هي الحكايه ما فيهاش كانوا هيفوتوا، لكن لان النقل تم عن طريق استاف في الفندق عز عليه، لان الفندق في اسكندريه والاتحادويه طبعا في اسكندريه ليهم معزه خاصه. بداوا يقولوا الاخ الكابتن والثلاثه معه كانوا بيقولوا هو بقى هيعمل فينا اكتر من كده، هو ما قعدنا بعد ما شلناه بعد ما كذا، يكشي يغرق يكشي كذا وش كذا. تمام. بس في حد لما قال لنا الله دي قال ان هي الحكايه على النتيجه يعني. وبالتالي لا كانت على كده. هنا بقى لازم زي ما بتشير على التغييرات اللي حاصله، واللي واحده منها في طنطا انا مستكترها على السيد فايز عريبي لانه رجل محترف ومحترم. التغييرات والتبديل، مصلحي عامل استراتيجيه للاتحاد الحقيقه، جايب راجل في القطاع امام محمدين شيخ طريقه، ومتفق مع طلعت من سنتين، وكنا رابطه النقاد موجوده على استراتيجيه ترفع الاتحاد. انا مش عارف خمس يعني مركز خامس للاتحاد وبتدوير الحقيقه برضو يعني علامه الاتحاد، والراجل ما بيطلعش يقول انا صاحب فضل، عايزين تكسروا الاستقرار ده ليه؟ برافو ان هو كمجلس اداره وافق على قرار المدير الفني باستبعاد اللي مش عاجبه وكذا، بره المعسكر من ساعتها. وبالتالي كان اوان ظهور. انا سالت كابتن طلعت بس هو الصراحه يعني طبعا الامور ممكن تكون داخليه بشكل كبير، ولسه طبعا بعض الامور لن يفصح مدير فني عن كل الاشياء الحقيقه برضه، لانه ده راجل محترم ما يقدرش يقول او يحس انه كده كشف يعني اعداء، لكن خلاص هم فكروا كده، هو اخذ قراره بالاستبعاد، واعتقد ان هو قراره كده. طيب فالحقيقه ده مهم جدا في فكره الاستقرار اللي انت بدات الحلقه عايز تنشده لباقي انديه المسابقه والكره المصريه. طيب ناخد الكومنتس الخاص بحضرتك النهارده وجماهير